تحتفل المملكة المغربية بالذكرى 22 لتربع الملك محمد السادس على عرش أسلافه، وهي ذكرى غالية لدى الشعب المغربي، تسجل بكل فخر واعتزاز تشبثه بالعرش العلوي، وتشكل مناسبة متجددة للتعبير عن الوفاء بعقد البيعة وتقديم فروض الولاء والإخلاص للدوحة العلوية الشريفة. ويعتبر تخليد هذه الذكرى السعيدة محطة سنوية لتقييم ما تم تحقيقه من منجزات متميزة في إطار الخيارات الاستراتيجية التي وضع لبناتها قائد البلاد ورمز وحدتها من أجل تمتين المسار الديمقراطي وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان والسير قدما في إنجاز الإصلاحات الهيكلية والتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما يستجيب لتطلعات الشعب المغربي تحت قيادته الرشيدة. وعلى الرغم مما فرضته جائحة كورونا وتداعياتها السلبية من إكراهات على كل دول العالم متسببة في أزمات اقتصادية واجتماعية وصحية جسيمة، فقد تمكنت المملكة المغربية بفضل حكمة قائدها وتضامن شعبها وعبقرية أبنائها من تخطي هذا الامتحان العسير بكل ما تتطلبه هذه الظرفية الاستثنائية من تحل بقيم المواطنة والتآزر والتضامن، ما جعل المملكة تحقق إنجازات كبيرة على الصعيدين الداخلي والخارجي. فعلى الصعيد الداخلي، واصلت المملكة المغربية بكل عزم وأسرار جهودها الجبارة لمواجهة جائحة كورونا، مجندة جميع إمكانياتها وطاقاتها المدنية والعسكرية والصحية والمالية للتصدي لهذا التحدي غير المسبوق، حيث تمثلت أولى المبادرات الملكية الرائدة في إنشاء صندوق خاص بتدبير جائحة كورونا لدعم المجهود الوطني في مكافحة تداعيات هذا الوباء، إذ تم بفضل حملة تضامنية واسعة دشنها جلالة الملك جمع أكثر من 3 مليارات دولار أمريكي، وهو ما سمح باقتناء التجهيزات والمستلزمات والأدوية وتقديم المساعدة المادية لنحو 4.3 مليون عائلة مغربية أصبحت في وضعية هشة بفعل التداعيات الاقتصادية لهذه الجائحة. وبقرار ملكي كانت المملكة المغربية من بين دول قليلة جدا على مستوى العالم سباقة للانخراط في التجارب السريرية التي أجرتها الصين لاختبار اللقاحات المضادة لوباء كورونا من أجل ضمان مشاركة واسعة في هذه العملية للحصول على اعتماد اللقاح من طرف المنظمة العالمية للصحة، وهو ما سمح للمملكة بأن تتبوأ مصاف الدول الأولى عالميا الحاصلة على اللقاح، وبالتالي الشروع مبكرا في تطعيم عدد كبير من ساكني المغرب من مواطنين ومقيمين. وجاءت مبادرة ملكية أخرى لتعزيز هذا المسار الموفق، حيث ترأس العاهل المغربي في 5 من الجاري حفل إطلاق وتوقيع اتفاقيات تتعلق بمشروع تصنيع وتعبئة اللقاح المضاد لكوفيد-19 ولقاحات أخرى في المغرب. ويندرج هذا المشروع الذي يعتبر ثمرة شراكة بين القطاعين العام والخاص في إطار إرادة ملكية تمكن المملكة من التوفر على قدرات صناعية وبيوتكنولوجية شاملة ومندمجة تصنيع اللقاحات بالمغرب من أجل تعزيز اكتفائها الذاتي، وبما يجعل من المغرب منصة رائدة للبيوتكنولوجيا على الصعيد القاري والعالمي في مجال صناعة التعبئة والتغليف، علما بأن المشروع الذي سينجز بالتعاون مع الصين ومع شركة الأدوية العالمية ريسي فارم يهدف إلى إطلاق قدرة أولية على المدى القريب لإنتاج 5 ملايين جرعة شهريا من اللقاح المضاد لكوفيد-19 قبل مضاعفة هذه القدرة تدريجيا على المدى المتوسط، معبئاً استثماراً إجمالياً قدره 500 مليون دولار. وبفضل كل الجهود والمبادرات المتواصلة استطاع المغرب قطع أشواط كبيرة لتحصين ساكني، حيث أنه إلى غاية 23 من الشهر الجاري تم تطعيم نحو 11.7 مليون نسمة، منهم 9.8 مليون نسمة تلقوا جرعتين من التلقيح. وبمجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبأمر من العاهل المغربي، تمت إعادة النظر في إعداد الميزانية العامة للدولة بإيلاء الأولوية للجانب الاجتماعي، وذلك بفرض التغطية الصحية لجميع المواطنين من دون استثناء، وإنشاء صندوق للاستثمار للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة ودعم المقاولات المتضررة. وموازاة مع العناية التي حظي بها المواطنون المغاربة داخل أرض الوطن، جاءت المبادرة الملكية السامية لمواكبة عودة أفراد الجالية المغربية بالخارج لقضاء العطلة الصيفية مع
ذويهم وصلة أرحامهم وقضاء مصالحهم بعد سنتين من إغلاق المنافذ الجوية والبحرية والبرية، حيث أعطى الملك محمد السادس تعليماته السامية لمؤسسة محمد الخامس للتضامن لوضع الترتيبات الضرورية من أجل تسهيل المساطر الإدارية والجمركية والصحية خلال عملية العبور السنوية لضمان ظروف آمنة وسلسة ومرضية أثناء السفر وخلال الوصول والإقامة في المغرب. على المستوى الخارجي، وهنا لابد أن نبدأ بدولة الكويت الشقيقة التي تربطها بالمغرب علاقات تعاون متبادل راسخة ومتجذرة على كل المستويات وفي مختلف المجالات. وفي هذا الصدد فإن المملكة المغربية تثمن عاليا موقف الكويت الثابت والمبدئي بخصوص الوحدة الترابية المغربية الداعي إلى حل هذا النزاع الإقليمي المفتعل في إطار السيادة المغربية، وهو موقف جد مشرف ما فتئت الكويت الشقيقة تعبر عنه في كل المناسبات وفي مختلف المحافل الإقليمية والدولية. وفيما يتعلق بالإنجازات السياسية الخارجية للمملكة المغربية المرتبطة بقضيته الأولى الوطنية، فقد تميزت باعتراف الولايات المتحدة الأمريكية في 10 من ديسمبر عام 2020 بسيادة المغرب الكاملة على كافة منطقة الصحراء المغربية، وكان أول تجسيد لهذه الخطوة المهمة قرار أمريكا فتح قنصلية بمدينة داخلة تقوم بالأساس بمهام اقتصادية من أجل تشجيع الاستثمارات الأمريكية والنهوض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية لفائدة ساكني الأقاليم الجنوبية المغربية. وتحظى القضية الفلسطينية بالأولوية مجال تضامن المملكة المغربية مع الدول الشقيقة والصديقة، حيث تتبنى المملكة موقفا راسخا فيما يتعلق بهذه القضية داعية إلى التوصل إلى حل واقعي قابل للتطبيق ومنصف ودائم لفائدة الشعب الفلسطيني بما يلبي حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما حرصت المملكة المغربية في إطار تضامنها مع دول وطننا العربي على الإسراع بالوقوف إلى جانب أشقائها في مجال حلحلة الأزمات، وأيضا التضامن معها للمساهمة في مواجهة مختلف التحديات التي واجهتها. فبخصوص الأزمة الليبية، استضافت المملكة المغربية برعاية الملك جولات الحوار والتفاوض بين الليبيين، مؤكدة وقوفها الدائم إلى جانب المؤسسات الشرعية الليبية ودعمها للجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة التي يجتازها هذا البلد الشقيق. وفيما يتعلق بلبنان الشقيق، فعلى أثر الانفجار المفجع الذي وقع في مرفأ بيروت في صيف السنة الماضية مخلفا العديد من الضحايا وخسائر مادية جسيمة، فقد أعطى صاحب الجلالة تعليماته لإقامة مستشفى عسكري ميداني في بيروت يضم فريقا مكونا من 100 شخص من ضمنهم 14 طبيبا في مختلف التخصصات بهدف تقديم العلاجات الطبية العاجلة للسكان المصابين. وعلى مستوى المنجز الاقتصادية والإشعاع المغربي خارجيا، فقد وصلت المملكة المغربية جهودها الدؤوبة لتتبوأ مكان مرموقة على المستوى الدولي كأحد الاقتصادات الإقليمية القوية والفاعلة، بحيث تراهن على ولوج قائمة أفضل 50 اقتصادا عالميا في مجال ممارسة الأعمال في سنة 2021، إذ لم يعد يفصلها سوى 3 نقاط لبلوغ هذا الهدف.